متحف الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيمثل كل ما تحتويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأهميته أنه بيوضح دور الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أيام قدماء المصريين. هو المتحف بيحتوي على ثلاث أقسام. القسم الأول بيمثل السجلات والمخطوطات اللي موجودة من قدماء المصريين لحد الآن. الجزء الثاني بيمثل الأجهزة اللي موجودة واللي بتستخدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية في أثناء عمل الرصادات الخاصة بيها. الجزء الثالث بيمثل الابديت والتحديثات اللي حصلت وشغل الهيئه العامه للارصاد الجويه الحالي واهم الحاجات اللي بتعملها في سواء عالميا او محليا. اول حاجه لما بتدخل متحف الهيئه العامه للارصاد الجويه بتقابلك هي الجداريه ديت عباره عن جزء من جداريه موجوده بالفعل في متحف حتحور بالاقصر، وهي بيوجد فيها تمثيل الرياح، لان القدماء المصريين كانوا بيهتموا بالرياح وبرصد الرياح، فبيتمثل كل إله، إله الغرب وإله الشرق وإله الجنوب وإله الشمال. تاني حاجة هنلاقيها هنلاقي الساعة دي عبارة عن ساعة كان بيستخدمها القدماء المصريين علشان خاطر يقدروا يحددوا الوقت، عشان الوقت مهم جدا للرصادات اللي بتتم في الهيئه العامه للارصاد الجويه. بعد كده هنبتدي ندخل على السجلات والمخطوطات. السجلات اللي موجوده عندنا سجلات قديمه جدا من ايام الحمله الفرنسيه، مرورا بمحمد علي، لانه في عهد محمد علي تم بالفعل تحديد الوقت للرصادات، فكان بيتم عمل الرصادات على مدار خمس اوقات. الخمس أوقات دي اللي هي أوقات الصلاة، فكان بيتم أخذ الرصادات في الخمس أوقات دول. بعد كده بنبتدي ندخل على السجلات بقى اللي موجودة من عهد محمد علي ومرورا لحد توصل السجلات لحد عهدنا الحالي. هي معظم الأجهزة اللي موجودة في القسم الثاني من المتحف، معظم الأجهزة دي كانت بتستخدم في الرصد وابتدت إن هي يحصل لها أبديت، فهتلاقي إنه الأجهزة القديمة موجودة اللي كانت بيستخدمها المصريين أو بتستخدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية وابتدى يتعمل لها أبديت. فعندنا أجهزة قياس الضغط وأجهزة قياس الحرارة وأجهزة قياس الإشعاع وأجهزة الرصد العلوي اللي موجودة بنستخدمها في قياس الرصادات على الارتفاعات مختلفة. الحاجات اللي شاركت فيها المشروعات اللي شاركت فيها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وده كان عبارة عن مشروع مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة البيئة. الهيئة شاركت في عدد من المشروعات، أهمها مشروع الخريطة التفاعلية، ده كان مشروع بالمشاركة مع وزارة البيئة وهيئة المساحة العسكرية ووحدة بحوث الشواطئ. المشروع كان عبارة عن عمل إسقاطات مناخية لحد سنة 2100، يعني إحنا بنعمل زي تنبؤ بيستخدمه متخذ القرار عشان يقدر يحدد إيه اللي يقدر يعمله لحد 2100 لعناصر الطقس زي الحرارة والرطوبة والضغط. كمان الهيئة شاركت في مشروع أطلس الرياح وشاركت في مشروع أطلس، وكل المشاريع دي علشان خاطر نقدر نتغلب على التغيرات المناخية، لأنه اللي احنا لما بنعمل أطلس الرياح أو أطلس الإشعاع بنقدر نستخدم الحاجات بتاعة الطاقة النظيفة. احنا عندنا كمان عدد من الأجهزة في بتقيس الملوثات على مستوى جمهورية مصر العربية على مدار خمس محطات على مستوى جمهورية مصر العربية. عندنا كمان بنقدر نعمل السيزونال فوركاست ده بنقدر نعمل زي تنبؤ لثلاث شهور قادمين، ده لان احنا عندنا بنطلع منه درجات الحراره، فرق درجات الحراره اللي ممكن تبقى موجوده على مدار الثلاث شهور القادمين. بنخدم وزاره الزراعه، فبيصدر تقرير ثلث شهري بيرسل لوزاره الزراعه وبيرسل لمراكز البحوث الزراعيه. عندنا الهيئه في الاونه الاخيره تم تزويدها بثلاث رادارات للطقس علشان تقدر تقيس او تقدر تعمل الفوركاست او الناوكاست، اللي هو ان احنا نقدر نحسن الفوركاست بتاعنا او التنبؤ بتاعنا. اعتقد ان هو يعد المتحف الاول في الشرق الاوسط. احنا عندنا كمان في اللي هي اطول تسجيل لسجل منسوب نهر النيل قام بيه الامير عمر طوسون. احنا عندنا خرائط قديمه من ايام الحمله الفرنسيه، عندنا خرائط من ايام حضرتك لو تفتكر ايام ديليسيبس وايام الحمله الفرنسيه، عندنا خرائط من الوقت ده من ايام حفر قناه السويس.
هو احنا كان لما بيكون عندنا ايفنت فكل فاي حد ممكن ان هو يدخل الهيئة، ممكن ان هو بيدخل المتحف يعني. المتحف فعلا ساهم في زيادة التوعية بالرصد الجوي، لانه اللي بيدخل المتحف بيقدر يشوف الاجهزة ويشوف انه قد ايه احنا بنستخدم اجهزة، سواء اذا كانت الاجهزة القديمة او الاجهزة الحديثة، لانه احنا بنستخدم اجهزة للضغط ودرجات الحرارة على مدار بقى من ايام عهد محمد علي ومن بعد كده، كل دي اجهزة احنا بنستخدمها. فطبعا كل حضرتك لما تشوف الاجهزة دي ومدى التطور فيها، وكمان بنستخدم اجهزة الرصد العلوي، وان احنا بنطلع بالون لفوق علشان خاطر تقيس درجات الحرارة وتقيس عناصر الجو في طبقات الجو العليا، فده اكيد بيساهم انه انت تقدر تشوف التطور ده. المتحف بيرصد حجم التطور الحديث، لانه فعلا احنا في المتحف بدانا نحط الجزء من الشغل اللي احنا بنعمله في مركز التحليل او في المراكز البحثيه الملحقه بالهيئه العامه للارصاد الجويه. فاحنا عندنا مثلا في الجزء الاخير هتشوف حضرتك جزء من السيزونال فوركاست اللي بيتعمل، وجزء من رادارات الطقس، وجزء من بعض المشروعات اللي شاركت فيها الهيئه العامه للارصاد الجويه زي الحريطة التفاعلية وأطلس الرياح. عملية الرصد في مصر بدأت منذ عصر قديم نسبيا، يمكن سبقت معظم الدول اللي حوالينا. بالفعل اهتمام مصر بمجال الأرصاد الجوية جاء من قديم الأزل منذ قدماء المصريين، لكن بالنسبة لأجهزة الرصد بدأت بالفعل مصر باستخدام أجهزة الرصد التقليدية زي أجهزة البارومتر الزئبقي وبعض الأجهزة اليدوية نسبيا اللي بتؤدي إلى رصد العناصر الطقس من ضمنها عناصر الضغط الجوي، درجات الحرارة طبعا في البداية. بعد كده بدأت تتطور بشكل ملحوظ مع التقدم المحيط بينا. كانت مصر دايما والمختصين الأرصاد الجوية في مصر بيتابعوا كل ما هو جديد في مجال الأرصاد الجوية، سواء من عمليات الرصد، طرق الرصد، أجهزة الرصد، ثم بعد ذلك طرق التحليل، وبعد كده أحدث طرق التنبؤ. كل ما يجد جديد في مجال الأرصاد الجوية كان مختص الأرصاد الجوية داخل هيئة الأرصاد الجوية، أو كانت قديماً مصلحة الأرصاد الجوية، كانوا دايماً على اطلاع مستمر على كل التحديثات. زي ما قلنا نتكلم عن مسألة الأرصاد الجوية، بتمر بمراحل متعددة، بتبدأ بداية بالرصد الجوي، ثم بعد ذلك الجمع والتحليل، بعد كده آخر مرحلة وهي مرحلة التنبؤ. مسألة الرصد كما هو معلوم عندنا عدد من المحطات، محطات الأرصاد الجوية بتكون منتشرة في مختلف مناطق الجمهورية. بالفعل بترصد قيم درجات الحرارة، بدأت برصد درجات الحرارة 5 مرات مع مواقيت الصلاة في عهد محمد علي. زي ما أشرنا بدأ مختصي ومهتمي الأرصاد الجوية في مصر يتابع كل ما هو جديد، وبالتالي بدأت تتطور عمليات الرصد لتقدم الزمن. بعد عملية الرصد بيتم جمع كل هذه الرصادات، بدأت بعد كده الرصادات تكون كل ساعة، بدأت تزداد عدد المحطات الموجودة والمنتشرة على مستوى الجمهورية، حتى وصلنا الآن إلى أحدث الأجهزة وهي أجهزة الرصد. بدأت أجهزة، ما بقيناش بنستخدم الأجهزة المانوال، بقينا بنستخدم أجهزة أوتوماتيك. بعض المحطات الأوتوماتيكية وبعض الأجهزة الإلكترونية للرصد عبارة عن مستشعرات، مستشعر حرارة، مستشعر الضغط الجوي. كل هذه الأجهزة بدأت حتى في الحجم حجمها يقل، ولكن مع ذلك لازالت بعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية برغم وجود المحطات الأوتوماتيكية لازالت بتحافظ على وجود بعض الأجهزة التقليدية أو المانوال نسبيا، لأن حرص مصر وحرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية أو إضاعة أي رصدة وارد جداً يحدث بعض الأعطال، وده أمر طبيعي في بعض الأجهزة الأوتوماتيك. وبالتالي علشان ما يضيعش وقت الرصدة نضطر ناخدها ببعض الأجهزة التقليدية. وعلى كل حال سواء الأجهزة التقليدية أو الأجهزة الأوتوماتيكية بيتم عمل المعايرات اللازمة ليها بشكل دوري للتأكد من مدى صلاحيتها، وكل ده من حرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية على عدم إضاعة أو تفويت أي رصدة.
بتتم رصدات على رأس كل ساعة في العديد من محطات الرصد الجوي المنتشرة على مختلف مناطق الجمهورية، بل بالعكس بعض المحطات بتقوم بالرصد على مدار كل نصف ساعة بتقوم برصدة جميع عناصر الطقس. بنتكلم عن درجة الحرارة، درجة نسبة الرطوبة، قيمة الضغط الجوي، كمية السحب، الرؤية الموجودة في المكان، العديد من عناصر الطقس زي نشاط الرياح، سرعات الرياح واتجاهات الرياح، كل ده بيتم تسجيله. دي مرحلة الرصد في البداية. بعد كده بيتم تجميع كل هذه الرصدات على رأس كل ساعة هنا داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية. استقبال كل الرصدات على رأس كل ساعة داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية وتجميعها بشكل كافي. طبعا الهيئة العامة للأرصاد الجوية مرتبطة بالدول المحيطة بنا عن طريق بروتوكول لنقل هذه الرصدات. دايما بنقول ان الكتل الهوائية لا تعرف حدود الدول، وبالتالي علشان اقدر اتنبأ لأي نقطة على مستوى الجمهورية ولتكن جمهورية مصر العربية، ما اقدرش اتنبأ بالحالة الجوية فيها سواء المتوقعة على المدى القصير او على المدى البعيد. تمثيل كل محطة رصد جوي بنقطة على حسب احداثيتها حوالين النقطة دي بطريقة معينة بيقوم بها الراصد الجوي بتوزيع عناصر الطقس المختلفة، يعني رقم معين بيكون معروف ان ده درجات الحرارة، رقم تاني معروف ان دي نسبة الرطوبة، علامة معينة بتشير الى اتجاه وسرعات الرياح. نتيجة كل ده بيكون عندي خريطة بمصر وكل المناطق الموجودة حواليها، عليها كل عناصر الطقس، عليها كل الرصدات على رأس كل ساعة، وبالتالي على رأس كل ساعة بقدر أطلع خريطة ساعية فيها جميع الرصدات. هنا دي مرحلة بعد مرحلة الرصد مرحلة التجميع، ثم يدخل بعد كده المتنبئ الجوي في مرحلة التحليل. لازم أقدر أحلل الوضع الحالي اللي تم رصده عشان بناء عليه أقدر أعمل تنبؤ. بيقوم المتنبئ الجوي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتحليل هذه الخرائط اللي تم إعدادها سلفاً، يبدأ يحدد ويفصل مناطق الضغط الجوي المرتفع عن الضغط الجوي المنخفض. كمان جدير بالذكر أننا لما بنرصد في جميع مناطق الجمهورية مش بنرصد الحالة الجوية على سطح الأرض بس، بالعكس احنا بنرصد على سطح الأرض وفي جميع طبقات الجو العليا، وبالتالي بيكون عندي لكل طبقة من طبقات الجو العليا خريطة فيها البيانات. بيقوم المتنبئ الجوي بتحليل كل الخرائط دي، عن طريق التحليل بيقدر يرسم صورة توضيحية أو تفصيلية للحالة الجوية الموجودة حاليا في مصر وكل المناطق المحيطة بها على سطح الأرض وعلى طول عمود الهواء. دي تاني مرحلة وهي مرحلة التحليل. بنيجي للمرحلة النهائية وهي مرحلة التنبؤ. بعد كده المتنبئ الجوي من خلال دراسته لمناخ جمهورية مصر العربية وكل الدول المحيطة بينا ومن خلال دراسته السابقة ومؤهلاته بيبدأ يرسم شكل تخيلي، بيبدأ يتوقع بناء على تطبيق معادلات رياضية وفيزيائية على هذه الكتل الهوائية، بيبدأ يتوقع مسار هذه الكتل الهوائية هتبدأ تتحرك ازاي وتأثر على مصر او الدول المحيطة بيها ازاي. بناء عليها بيبدأ المتنبئ الجوي بيحدد حالة الطقس بعد 6 ساعات، بعد 12 ساعة، بعد يوم، بعد 2. وبالتالي عملية الرصد هي عملية مهمة جدا، بل تعتبر هي العملية الأساسية والأولى من ضمن عمليات التنبؤ. بعد إصدار النشرات والتنبؤات الجوية، كيف المتنبئ الجوي إزاي بيقدر يتحقق أو يتأكد من هذا التنبؤ اللي أصدره مسبقا؟ ده برضو بيكون عن طريق أجهزة الرصد اللي موجودة في جميع المحطات المحيطة بالجمهورية والمنتشرة في مختلف مناطق الجمهورية. بنبدأ نجمع الرصادات دي، بيبدأ المتنبئ الجوي يعمل تعديل أو يبدأ يشوف ويعمل فحص للتنبؤات اللي أصدرها مسبقا عن طريق الرصادات الفعلية اللي تم رصدها من جميع هذه المحطات. الهدف الرئيسي من إنشاء متحف الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يرصد كم التطور اللي حصل في عملية الرصد الجوي من الأجهزة البدائية وحتى أحدث الأجهزة. كل الأجهزة اللي موجودة هنا داخل متحف الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيضم أنواع من جميع أنواع الأجهزة اللي تم استخدامها في عمليات الرصد الجوي منذ بداية اهتمام الدولة المصرية بعملية الأرصاد الجوية وعملية الرصد الجوي حتى
الظواهر الجوية اللي في مصر ده بيعتمد على برضو تجميع هذه الرصدات والعمل المناخي على الدراسة المناخية لجمهورية مصر العربية. ده بيعتمد على موقعها الجغرافي، بيعتمد على التضاريس اللي موجودة فيها، طبيعة التربة. مصر طبعا يمكن خلال فصل الصيف ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير مع ارتفاع درجات الحرارة نتيجة مرور منخفض الهند الموسمي، المنخفض العملاق اللي بيمر على شبه الجزيرة العربية، بعد كده مرورا بالبحر المتوسط دخولا إلى الأراضي المصرية. يمكن التغيرات المناخية في العهد الأخير بدأت تأثر على أغلب مناطق الجمهورية، وزي ما ذكرنا في البداية بما أن مصر لازم تعرف عشان أقدر أتنبأ بحالة الطقس أو المناخ في جمهورية مصر العربية، لازم أعرف الحالة الجوية في المناطق المحيطة، وبالتالي بما أن العالم كله بيشهد تغير مناخي، فبالتالي لازم طبعا مصر تدخل ضمن هذه التغيرات المناخية وتبدأ تتأثر بالظواهر الجوية. يمكن بدأنا في الآونة الأخيرة نلاقي طول الموجات الشديدة الحرارة، يمكن كنا مصر في الطبيعي بتتعرض في النصف الثاني من فصل الربيع وخلال فصل الصيف من حين لآخر لبعض الموجات شديدة الحرارة نسبيا، لكن بدأنا نلاحظ في الفترات الأخيرة طول هذه الموجات. كانت هذه الموجات بتستمر يومين أو ثلاث أيام على الأكثر، بتسجل بالفعل درجات حرارة عالية، لكن بدأنا نلاحظ إن هذه الموجات خلال الفترات الأخيرة بتستمر أسبوع أو 10 أيام، بعض الموجات بالفعل تستمر حوالي 14 يوم. يمكن هو ده الحدث الأخير أو نقدر نطلق عليه التغيرات اللي بدأت تحصل على في مصر على مدار السنوات الأخيرة.